بس بس بدي اجيب الحطه. اولا هيدا تيست. خلينا نعمل تيست. اعتبري عم بتحطي لي بس لنشوف. بس انت بتسالي. اعتبري انت عم تحطيك. بس بعرف with me هون سمعنا لطلباتكم ومثل ما شفتوا من التايتل اختي رح تعمل لي ميك اب. ولا مره اختي عملت لي ميك اب. شو مره عملتي لي ميك اب؟ بس شغله واحده بليز ما كثير تضحكوا لانه ما خصني بشيء يعني هلا مش عارفه اعمل ميك اب بس لها انه ولا مره حتى ميك اب لها يعني برايمر ما بحيط حتى برايمر هلا اوكي خليني اخبركم صار هي نقيت كم برودكت فتحت الجوارير قلت لها نقي شو بدك صرت لي مثلا هيدا البراند اللي انت بتحبي تسموها بعدين طلعت مثلا لقيت هيدي الباودر لانه هي بتستعملها عرفت هيك نقيت قصص هي بتعرفي شوي اني واي اوكي نبلش منبلش ويت خلينا نقول لهم انه اذا حبيتوا الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب وليتس جو بس فيك تقولي بس قسم اجرب بايدي نرفز قولي او لا هي انا لسه دابرة انت اللي جبت قولي ايه اوكي صح اول شيء هستعمل البرايمر بس شايفين نقيته لانه شكله كثير حلو حط نقطع اصبع شو كده ما بعرف صح انا ما رح بحكي شيء حطيت كذا برودكت قدامها حطيت لها البرشز بوجهها بقى خلينا نشوف شو بيعمل؟ بيسربيت؟ لا مش بيسربيت. عملتلي عسل مظبوط؟ ما بعرف. اوكي. انا ما راح اشوف حالي الا للاخر على فكرة. واحد من هالشيدز، بس انا شو الشيد تبعها؟ عم بيقيس. ننزل شوي لتحت نتركهم شوي لحتى ياخذوا ليش لانه هيك بعمل لانه الاخت بتعمل هيك لا انا هيك ما بقدر انت عملتيني اوكي بنخليه شوي صغيره كل شو بتخلوا احسن حسب الخبره كل شو احسن حطيت لها كذا فاونديشن بوجهها فاونديشن بس كيف بنعرف انا بعرفها هي بعرفها اوكي نفتحها وبلاحظ بنجرب على رقبتي بنمسحها كيف طلع هذا؟ أنا نشوف هذا بالآخر نقي أكثر واحد ما بعرف أنا. هذا ما تعصبي بليز ما عم شوفه أنا عم بليز ما تشوفي. هيدا بركي هذا هلا هيدا هيداك كثير أورانج مش ظابط. هيدا شو تشوف؟ لا هيدا أكيد لا هيدا مش إليك. بنعرف نعمل بيبي. لا هيدا دربارة انا حبيتي هيدا ظابط فعلا ما بتضبط ميكس باش هيك تمام بس هون ما بنمسح هيك الاكس هيدا بنعملها كات هلا انا بنتجرس لاخر ما احنا مجرسين استعمل هلا ننظفها هلا انا صار له زمان فلازم نهمها شوي نرفع على تعال فوق وجعي؟ لا لا ما كثير صعبة ما حد الله غمض عيوني اوكي يلا ماشي بقرب مش منيح؟ اي خيطة فيك تعملي انت بليز؟ ايه ميرسي هلا بننقي من جوسي بيوتي نقطة وين البرش تبع الهيدي؟ لا اصلا خبر لك اياها ما في برش ما بتستعمل برش للفاونديشن لا في وحدة بيناتهم هي برش للفاونديشن هاي تكون هيك شكلها كيف؟ بنحط نقطة حاسة حدا ياكلوا فاونديشن لا بس منيح لو كثير صغيرة منيح؟ من ننزل لتحت شوي لحتى ياخذ اللون كله مش بعضه هي عم تضربيني عن جد ما بعرف هي غياب
اللي ما بيعرف ليها بيرسونال ترينر مدربة رياضية، فكل شيء عندها بالوحيش. لا بخاف شيء عندها، يعني هي تكون عم تحط باودر عم تمسح وعم تمسح وعم بتشد. انا حاسه انه منيح اخذت وقتك على الفاونديشن. برا شو يا جماعه، انا بعد ما شفت يعني عم جرب شوف على الفيو فايندر بس ما يبين ابدا تفاصيل. خبرونا. خذ واحد ثاني افتح ليه لحتى تفتح تحت العين. ننزل شوي لتحت انفي، نعملها كانفي. ليكي بتحضريني بس ايه؟ مش دايما. مش دايما، بس وين بتعرفيها؟ انت بس انه ليكي بس انت ما بتعملي هيك لحالك، بتعملي؟ برجع بحط لها التفت. ايه بس ليك عم تعملي لي الي؟ انا بعرف خايفة اخسر. شو؟ شو مش منيح؟ بلا. روقي. اه لا سوري سوري هي هيك. سوري هيك مزبوط مزبوط. ما انا ثبتهم بباودر هون اكسرها شوي صغيره ياخذوا صح. انا ما بصير شيء. اعمل شوي صغيره. اوكي طلع لفوق. بعد افتح هيك شوي هيك محل تي زون اكثر شيء لانه هون بتزيد. منهم؟ برافو. انا هيك بعمل بحب هيك انه كله مات مات. طلع فيها شوف وبتجنن جنان. هلا انا دغري دغري ببلش تبع الفجر بيعصبوني بعد الباودر بس نشطهم شوي. اه انت بتحب مسجون هيك مش هيك؟ هاي استعمل هلا سان رايز امبرشنسم من اي براند؟ فوكاليور. اوكي عمل فوكس؟ ما بعرف. عمل فوكس؟ عمل؟ اوكي هذا الالوان، هذا بكل الالوان حاستعمله اليوم. عبالي حس مود صوب البربل وهيك البرغنزي يعني. اوكي تحية تكون صعبة. ما في اثنين كمان. حلوة. ناقصك شيدر برش هلا بجيب لك شوية. في هاي كمان هذا للحواجب صح؟ ايه حلوة. هاي اخذها معي البيت. هلا نستعمل هاي هيدا البرش. شو اسمها؟ هيدا البرش برش. بس اشوف شو قلنا. حنستعمل هيدا اسمه تندرلي لايت. اوكي؟ على كل العين؟ هلا بتشوفي معناها ما تسألي كثير اسئلة. ما بتشوفها. هلا هي عينها مش بتطلع. اوكي فعلا كثير صعب. ما بعرف شو بتعمل بس انا بنجرب معك. بنعملها كل العين هلا بتعرفوا ليش؟ بنعملها لوك حلو. لوك موردي. ايه موردي نوع برتقال. اورنج. اورنج؟ لا مش موردي. ايه صح صح. اللي كان زهري. برجيهم شو صار عنا. اوكي صار عنا هيك. هلا ناخد هاي. هلا شو هاي؟ الكريس. نستعمل دوغريل اغمق بشوي صغيره. اوكي. نعمل هيك. محبة الالوان. بل. رمضة بس اليك تحت بدك تفتحي بدك تتحملي وجع شوي. يلا افتحي. برافو بتعرف وين الكريس. رمضة افتحي عينك شوي لشوف وين الكريس. طبعا بتعرف شوي فوق شوي. ان شاء الله يكون عم يعجبكم. لافندر فيلد هو هذا هون. نعمل على خط رموش. افتحي شوف شي بلا. نحط على خط الرموش شوي. يو انا ما يو انا ما متأكل فوق. يا ما بعرف ولا ما عجبني. شو فينا نعمل؟ شوي بس شوي احنا بوكس عم بيفهم. طيب ليه ما بتجربي هيدا برش؟ هل تجربي؟ برشة الحق برشيتك لما انا عم بدي وحدة رفيعة. هل انجل براش
هلا شو بدنا نعمل بهيدا؟ هلا بفت ارت بها شو معمول؟ اه ايه برافو فيك تكفي شوية لطيفة بس هنعمل العين التاني مش ايه بس اذا بتعملي بها هلا دغري هلا ساعتها كثير بيصير فبتحطي الغامق بوحده برش اصغر لتعملي بلندنج برش اكبر بجيبوا اي لاينر شو عم تستعملي اي لاينر؟ شو هذا؟ سموها هيدا بيتغمى عليك ما تفتحي معنا بليز انا ما حعملك انا دبل وينج ما بتبقى لك حعمل بس وينج واحد ونخلص نطلع نحن هون بدنا نعمل من فوق يعني بنطلع من هون نعمل هيك بس هيك شق دقيقة حتى نعرف احنا الوينج بدنا نعمله شنك ما بيعمل الايلاينر هيك شو بيعمل؟ بعد حضرت التوتوريال عندي نص مليون فيوز عليه للويفد ايز انا بعرف لما ما بيبقى لك ايلاينر بس حتى انت ايلاينر كيف بتعرف كيف ما بيبقى لك لما كثير بشطرها بس معلش مش بدك تعملي كونتورينج؟ لا شو؟ اعملي كونتورينج يلا اي واحد مستعمل الكونتورينج الكونتورينج هاي فرجيها مسوي هيدا هيدا للكونتورينج يلا هيدا برونزر هون هيدا هيدا نعمل هيك من الدين لتحت عايزك مش عاجبك انا بعد ما شفته بس شو مرتاحة افرجيهم البرونزر فرجي شوي بس نسينا شغلة نسينا شغلة أساسية أحلى هيك هم علامة الحبيش كمان تعميهم انت؟ انا ما بعلمهم بتعميهم لا اكيد يلا اعملي يلا فرجيهم شو عم تستعمل؟ انا بستعمل سموه فوق ولا كذا نبلش بهيدا بس ما فهمت ما عرفت استعمل هيك فقلت صح استعمل خليني اعلم الحواجب نقيت البرودكت اللي انا بحبه يعني ميبلين خلص ما حنعلمهم استعمل بوبا بتعرفي كيف بحطوا ماسكارا؟ خلص بعرف كيف بتحطي؟ غمضة وانا بعمل هيك كيف؟ شوفي كيف؟ طلع لتحت اول شيء افتح عينيك تحت عادي طلع عادي رجع ما فيكي تعملي هيك لا اوكي طلع لتحت اوكي هذا قدر الامكان بسيط ما بدك تحطي لي بلاش وهايلايتر؟ لا بلاش ما بتحبي انت اصلا هايلايتر بنحط لك اوكي حاستعمل لانه الوجه هي نستعمل صبر مش معطي شيء نرجع نعمل افضل تعملوا لايرز من انه تعملوا هيك برافو خيو بتعرفي ليلى انت ما بتحطي انت بتشيلي يعني بتجي بتاخذي برا بتصيري عم تعملي هيك كيف بدي اعمل؟ يعني هيك بس ليشوفوا شو صرنا عاملين هذا منيح يلا فرجيني شوي ايه هذا منيح الشي لي برباط هيدا ميك اب للهالوين اذا بدكم خلصني عم بحط كثير برا منيح؟ كثير كثير بس هذا برايك يعني فرجيهم انا قبل ما انا هون هون بس لو ما ضبط هذا ميك اب للبربارة اوكي بس عم فرجيكم تشوفوا الريزلت ردي انا ردي انا بدي طيب شفتيكم انا كثير رح اضحك يا مش حلو لا هذا الوحيد بس منيح بس عم تشيلها مش منيح شو؟ بس قولي لي كومنتاتك اوكي
اوكي اول شيء برايمر كيف بنحط؟ اوكي خلينا اقلك شو اول شيء. هذا البرايمر هو مكتوب عليه فاونديشن برايمر وفي هيدا هيك التكستشر طبعا هيدا بفوت بالبورز بالمسام شو هيدا بتحطيه هون مهما في بورز مهما في مسام فيك تحطيه هونين بس انت حطيتيه كله ما عدا هون. اوكي الفاونديشن كان منيح بس مثلا هون لقيتي هو ماشي ما بدك هيك ايه بس هون لقيتي احمر هون نظفتي راح الفاونديشن ما بترجع تنظفي بس رح حطي فاونديشن فوق كان مبين هيك فاضي هون كمان شفتي وين في فاونديشن وين ما في هيك لا مسحتي هون ايه بس هيك كان بالاول معي الفيديو فرجيك. اوكي للاي لاينر ليكي اي لاينر از نوت باد يعني هيدي منا عاطله اوكي هيدي شوي ما بعرف شو بدي اقول. اوكي الاي شادو حبيت انه انت حطيتي لون على كل العين بعدين حطيتي على الكريس ارمق بعدين عملت هيك هون كان حلو بس عملت غامق على الجفن بس بعدين حطيت اي لاينر نو نيد عرفتي على خط الرموش نو نيد اه ايه ما انا ما حطيت اي لاينر انت قلتي لبتي بلا ما احط اي لاينر ليك شو اوكي هلا الكونسيلر حبيت انه بالبيس احسن شيء انا كيف حطيتها هلا البرونزر انت مشكلتك ما بتحق هو البرونزر بدك تحطيه هيك كله على كل خد وبتطلع شوي على خط على على العظم الخد تنزلتي هون انت حد بتحطيه هون عرفتي انا باين هيك بوب هون عرفتي هو اللي هيك مره ايه خيار بس هو هيك يعني بهيك هون هو من هون انت عملتيه هون انت علي اوكي هلا البراشز ما حنحكي الهايلايتر صعب منيح بس انه الهايلايتر مش ضروري انه تعملي هيك عرفتي انه انا بتمسح على خفيف عرفتي هيك اوكي انت بس عم تعملي كنت هيك هيك عم تشيلي عرفتي وحواجي بهيك انه صبا انه ماسكارا برافو ماسكارا از نوت باد بس انه حلو كثير انت شو رايك باللوك اوكي انا ما كنت حتى الالوان ما بقولي ما بقولي الالوان بل هالالوان كثير بالبقوله لا بس لون لبستك ما بلبق ابدا مع ايه ما طلع صح بس مهم قيستك عم ايسا مثل هيك مثل اللوك اوكي تفضلي قولي لهم قطر شو بدك تقولي لهم شو قطروا يعني انه ذاتس ات جايز هذا هو الميك اب عشان تكون حبيتوه اذا بدكم تعملوه اكيد على هالوين اذا حبيتوا الميك اب بليز سبسكرايب ولايك وحطوا النوتيفيكيشن اون من نزل الفيديو و that's it okay bye see you guys